موجود في الوثيقة الدستورية. عايزين الأمر يسير بهدوء، لأن السودان الآن يا جماعة بعد الانفتاح الكبير والنجاحات اللي تحققت مقبل على خير كثير، لكن أي اضطراب في الوضع الأمني أو السياسي بيؤدي في اضطراب في الوضع الاقتصادي أكثر، والمواطن الآن بيعاني معاناة حقيقية. ما دايرين نزيده إيلاما ونزيده ضنكا، نحن العليو الآن تنوي به الجبال. نحن ما عايزين المواطن ده يعاني أكثر من كذا، وفي فرصة في أن وضعه يتحسن لو البلد ده استقر والأمور سارت على ما يرام. نحن عندنا فرص في أنه نحسن وضعه الاقتصادي بدرجة كبيرة جدا، ولكن الاضطراب حيعكس الحكاية في الاتجاه المعاكس تماما. كل المستثمرين المقبلين على السودان الآن بشراهة شديدة جدا حيتوقفوا تماما. الآن المينا، قفل المينا ده عمل لنا مشكلة، أي الإعلان سياسي عن الانقلاب يعمل لنا مشكلة، كل شيء عنده أثره الاقتصادي المباشر. عايزين يا جماعة نحن بلدنا ده ننقذه كلنا معا. ما في ناس اختطفوا القرار ويفتكروا أنهم لحالهم يستطيعوا ينقذوا البلد، هذا غير وارد. فخلونا نحن معا نضغط من أجل أنه المسار ده يتصلح، وكلنا نمشي معا لقدام. وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا دكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية. ونجدد مرة أخرى ترحابنا واحترامنا للأخوة الصحفيين والأجهزة الإعلامية. مرورا في المتحدثين حول شرح مسودة أو التعريف بالمسودة، لأن المسودة عرضت في إعلانها في يوم السبت الماضي. الكلمة القادمة هي إلى المتحدث الأستاذ محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس كيان الشمال وأيضا عضو الحرية والتغيير. طيب، أعوذ بالله من الرجس والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به الإعانة بدءا وختما، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. أنا أريد أن أتحدث عن متى بدأنا في إصلاح الحرية والتغيير. أول اجتماع للحرية والتغيير يوم 16/4 في دار حزب الأمة، والأستاذ يحيى الحسين كان موجود، والأستاذ الدكتور عبد العزيز عشر موجود وآخرون. عندما تم الحديث عن أنه 5 مكونات هي التي تتولى الحوار والتشاور مع المكون العسكري، كان حينها اعتراضنا على أنه هذا الجسم معطوب، باعتبار أنه هنالك أكثر من 9 تنظيم وقعوا على الوثيقة بتاعة إعلان الحرية والتغيير قبل سقوط النظام ولم يصهروا في هذا الأمر. ظلنا ننادي وننادي وننادي بتوسعة مظلة المشاركة، ولكن المجموعة المختطفة الآن للحرية والتغيير كانت تنظر إلى أن المسألة مسألة غنائم ومسألة بتاعة استوزار، ولذلك كانت رافضة لهذا الأمر تماما. وأذكر في عدد كثير من الاجتماعات كان الإخوة في قوى الإجماع، تارة يأتي الأخ علي الريح السنهوري في اجتماع رسمي يقول أنا والله ما مفوض من قوى الإجماع، نأجل الاجتماع لتكوين المجلس القيادي في الوقت ذاك للحرية والتغيير. تارة يأتي جمال إدريس ويقول أنا والله ما مفوض لتكوين المجلس القيادي لقوى الإجماع، وتارة يأتي ساطع الحاج، وتارة يتغيب تجمع المهنيين عندما كان تجمعا للمهنيين، وتارة يتغيب تجمع المدنيين. يا أخواننا، دي الأزمة الحقيقية الكثير من الناس ما عارفينها. آخر مرة تكونت لجنة لهيكلة الحرية والتغيير، وهي التي أنتجت أن ينضم لهذا المجلس المركزي بشكله هذا تيار الوسط والحزب الجمهوري حيدر الصافي. قلنا أيضا هذا الأمر معطوب، هنالك قوة رئيسة، قوة كثيرة ساهمت في صناعة الثورة هي قائبة. بصراحة المسألة مشت في هذا الإطار، وكانوا رافضين تماما لتكوين المجلس القيادي. أنا جيت أتكلم معي محمد ناجي العصم،
عن تجمع المهنيين، مدني عباس عن المجتمع المدني، محمد ضياء الدين عن قوى الإجماع. قالوا لي نحن ما حنعمل مجلس قيادي للحرية والتغيير لأنه حيترأس الإمام الصادق. قلت لهم يا أخي نحن في نداء السودان ما حنقدم السيد الصادق لرئاسة هذا الجسم، حتكون رئاسة دورية كل اجتماع يترأسه أي من القوى السياسية الموجودة. مشيت قعدت مع الإمام رحمه الله، قلت له والله يا أخي أنت سبب تعطيل قيام المجلس القيادي. نحن بنقول يا أخواننا حقائق للتاريخ عشان نجي لمسألة الاختطاف وكيفية إتمام هذه العملية. الإمام قال لي أقول للناس دي أنا ما دار أبقى رئيس. جينا راجعين يا أخواننا الإمام قال لكم أنا ما دار أبقى رئيس، علي الريح قاعد، ناجي العصام قاعد، محمد ضياء الدين قاعد، مدني عباس قاعد. نحن بعد سقوط النظام بخمسة أيام هذا هو حديثنا، يعني ما جينا قلناه والليلة. بعد سنتين عشان يجي يقولوا والله الجماعة ديل يتحالفوا مع الفلول. من الفلول لسه أنا دعيت لمؤتمر صحفي، جونا فرين ثلاثة عندهم ارتباط سابق بالنظام. أنا أقول لهم أنتوا جيتوا ليه ما هم صحفيين؟ يعني أنت خليت لك 40,000 من الجو في قاعة الصداقة ومسكت لي والله في نفر ولا نفرين، نفر ولا نفرين دين إحنا ما دعيناهم. نحن نسأل ونساءل عن الذين جلسوا في المنصة الرئيسية. نسأل ونساءل عن الذين تحدثوا باسمنا في ذلك اللقاء الحاشي. إذن يا أخواننا مسألة تغبيش الوعي والتدليس وإصدار التهم الجزاف ما بتبقى علينا. تعالوا نتكلم برضو عن صناعة الثورة. يحيى الحسين الحمد لله موجود. أول اجتماع بعد عودة السيد الإمام الصادق للداخل عقدناه يوم 21 ديسمبر في دار حزب الأمة، وقلنا والله شعبنا خرج في الدمازين وخرج في عطبرة، ينبغي أن نتقدم نحن كغياض الصفوف. ومن يوم الليلة نحن اجتماع في دور الأحزاب ما دايرنا، وبالفعل ذهبنا جلسنا مع إخواننا في قوى الإجماع الوطني في دار الحزب الشيوعي يوم 21، ولعلكم تذكروا أنه يوم 21 نفسه تم اعتقال مجموعة نصاطع الحاج ومحمد ضياء وما يعرف بتيار الانتفاضة في دار حزب البحث بأم درمان. المقترح بتاع نسحب إلى القصر لإسقاط النظام طلع من قوى النداء السودان، لأنه المهنيين كانوا ماشيين البرلمان لزيادة الأجور. نحن مجموعة نداء السودان القاعدة مع المجموعة الأخرى التي كان يمثلها صديق يوسف وعلي الريح السنهوري وصديق أبو فواز وجمال إدريس ومجموعة نداء السودان يحيى الحسين عمر الدقير مريم الصادق محمد سيد أحمد الدفينة، قلنا لهم نحن والله ما ماشيين البرلمان، معركتنا مع البشير. بعد ده يجي يقول لك والله الجماعة ديل يتحالفوا مع الفلول. نمشي الوثيقة الدستورية هم اللي وقعوها مع المكون العسكري، وقع أحمد ربيع. ظلوا في مسألة بتاعت شراكة، ودكتور جبريل لا يعلم، جونا في جوبا أكثر من مرة وفي القاهرة أكثر من مرة، ومع هذا لم يتم الاتفاق. نحن بنقول لكم بصراحة غيابنا في جوبا هو الذي مكن هذه الفئة من أن تختطف الحرية والتغيير. في اجتماعات العين السخنة ودكتور جبريل شهود ويحيى الحسين شهود وعشر وآخرين، لما إبراهيم الشيخ ده جشايل الهيكلة بتاعت الحرية والتغيير واللائحة، كان رفض المجلس القيادي لنداء السودان هذه الهيكلة المعطوبة. وكذلك رفضنا أيضا في اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية ذلك. إذن يا أخواننا ما في زول الليلة يجي يدعي الثورية ويوصم الآخرين بأننا نحن امتداد للعسكر أو متحالفين مع العسكر. نحن حتى الآن ما عندنا أي لقاءات مع العسكر، لكن هم يومي قبل هذا الذي حدث كانوا في حالة توافق تام مع أخواننا في العسكر. نحن في مجلس الشركاء شاهد الله، إذا في 50 فرصة طه عثمان ده كان بيأخذ فيها 20 فرصة، والآخرين من المجلس المركزي بيأخذوا لهم 10 فرص، ونحن في شركاء العملية السلمية كنا بنأخذ 10. حتى ظلنا نحتج عن هذا الزواج الكاثوليكي الذي جمع ما بين هؤلاء. الآن
الآن بيقولوا لنا نحن والله أنتوا متحالفين مع العسكر. من يتحالف مع من؟ هل العسكر ديل موجودين أخواننا معانا في الوثيقة الدستورية؟ غحت الصداقة دي تشهد التوقيع الوقع إنابة عن المكون العسكري النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حميتي وأحمد ربيع بشهادة دولية. إذن كما تفضل الدكتور جبريل نحن في هذه الفترة الانتقالية محكومين بوثيقة دستورية، وثيقة أسست لشراكة ما بين المكون العسكري وما بين أطراف الحرية والتغيير. أنا يا أخواننا داري أؤكد إنه مسألة الإصلاح التي ننادي بها والتي اشتعلت أوارها في الفترة الماضية ما مسألة جديدة. الإخوة في حزب الأمة قدموا مبادرة لإصلاح الحرية والتغيير، أتينا نحن وسندناهم في هذا المزعى وعملناها اللجنة الفنية ثم بعد ذلك قوى إعلان الحرية والتغيير، ولكن تبدلت المواقف وحدث التغاء هنا وهناك. نحن نأكد إنه نحن ما أذناب للعسكر ولا أذناب لأي بغايا بتاع نظام مباد. نحن من أسسنا لهذه الثورة ومن قاتلنا فيها منذ 30/6/89 وإلى يومنا هذا، وبالتالي لا يزايد علينا أي أحد في صناعة الثورة. المشكلة وين؟ نحن قلنا يا أخواننا العودة لمنصة التأسيس. أنا داير زول والله يقول لي يا أخي أنت ناديت بباطل، أنت كلامك ده ما حق. أنا قلت في 79 تنظيم، ما نحن 15 ولا 16 ولا 18. الوثيقة دي فيها 79 تنظيم، أنا داير 79 تنظيم ديل يجدوا نفسهم في مراية الفترة الانتقالية. حتى الآن لم يتحدثوا عن قيام الانتخابات ولا مفوضية الانتخابات ولا مفوضية إعداد أو الإحصاء السكاني ولا صناعة الدستور، لأنهم لا يريدون أن يذهبوا إلى الانتخابات. نحن نريد أن نذهب إلى الانتخابات الآن لأن لدينا سند شعبي وسند جماهيري، وهؤلاء لا سند شعبي لهم ولا سند جماهيري لهم. وبالتالي أخواننا هذا هو مكمن الخلاف بيننا وبين الآخرين، المجموعة الغابضة التي لا تريد أن يتم انفتاح قوى إعلان الحرية والتغيير لكل الذين وقعوا في هذا الميثاق. والخلاف بيننا وبينهم إنه والله نحن ما قلنا هم حرية وتغيير، الآن نأكد إنه هن حرية وتغيير ونحن حرية وتغيير، ولا بد أن نلتقي جميعنا من أجل هذا الوطن. الكلام اللي قال وزير المالية ده كلام مؤسس، لأنه أي اضطراب سياسي يولد ربكة في المشهد الاقتصادي، وبالتالي تغيب عنك كثير من الاستثمارات الأجنبية التي تريد أن تأتي لهذا البلد. سنلتقي إن شاء الله يوم 16 أكتوبر في مليونية يكون حديث الشارع السوداني إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأستاذ محمد سيد أحمد الجكومي على هذه الفزلكة التاريخية. الآن نبقى مع كلمة الجنرال خميس جلاب، فليتفضل مشكورا. بسم الله وباسم الوطن، حرية سلام عدالة، حرية سلام عدالة، سودان جديد ويي، سودان جديد ويي. أول حاجة أنا دير أحيي ونترحم على أرواح شهداء مكافحة الإرهاب الذين استشهدوا من أجلنا ومن أجل هذا الوطن. يمكن السؤال ليه نحن دايرين نعمل توافق وطني لوحدة قوى الحرية والتغيير؟ سيمبولي نحن قاعدين نشوف الحكومة بتاع الفترة الانتقالية أو حكومة بتاعة الثورة هو بيجي سكران بالسياسات الفاسدة بتاع مجموعة
بتاع الأربعة زائد واحد. أيوة في زول سأل قال واحد ده يعتو. الواحد ده بنرحب بالشيخ التوم هجو. أي الواحد ده زول أسره شغل بتاعه بس خربة ما بيعمل حاجة كويس. زول ده وقال يرفض ما في داعي نقوله، لكن ده زول انتوا قاعدين ده هو كان خشى في النص بتاعكم انتوا بفرتي. انا ما قلت الكلام ده. فمجموعة الأربعة زائد واحد ومن بسياسة بتاعهم الفاسد ومن شالوا الثورة من ناس الثورة والوثيقة الدستورية ذاته ومن سيبوا هنا ومن طلع في محل تاني وأخوان بتاعهم ذاته كان معاهم في قوى الحرية والتغيير ومن جدوا برا وبعد ذاك ومن شغالين شغل ده نقول له إعادة إنتاج للسودان القديم. ما عنده فرق مع السياسات والاستراتيجيات بتاع السودان القديم. عشان كده نحن قلنا لا، لو حاجة ده هنا سيبناه وكده ثورة الحكومة بتاعنا ده يمكن بعدين بوقع. عشان كده نحن عملنا الميثاق بتاعت التوافق الوطني وقلنا انه نوحد كل قوى الحرية والتغيير وانه ما نقصي المجموعات بتاعت الثورة الحية وما نقصي كل ذول ضحى من اجل التغيير. طبعا معروف الجماعة بتاع النظام البائد والدولة العميقة دي هم ما بخشوا معنا لأن هم ذاتي أو كربوا بلد ده. الحاجة المهمة الثانية إنه مجموعة الأربعة زائد واحد كلام بتاع اتفاقية السلام ده هم ما شغالين به، ما قاعدين يذكروا تنفيذ بتاع اتفاقية بتاع السلام ولا ذاته يعني هم زي ما بقولوا دي يعني هم ديسهونت الاتفاقية، هم ما دارين يطبقوا خالص، ما عندهم فرق بالأنظمة السابقة. فعشان كده دي واحدة من القضايا المهمة إنه نعمل على تنفيذ اتفاقية السلام وخاصة الترتيبات الأمنية أو بروتوكول الترتيبات الأمنية، ولأنه هم ما دارين كلام ده ينفذوه هسا الواحد فيهم من المجموعة بتاعت الأربعة زائد واحد بس مركزين هنا في الخرطوم. الواحد فيهم كان سألته قلت له ده بكايا الشدر وين؟ ما بيعرف المحل بتاعه. كان قلت له جبل مون وين؟ ما بيعرف المحل بتاعه. الحاصل شنو للناس اللي هناك؟ ما بيعرفوا. الناس بيموتوا بالعشرات. هم هنا قاعدين ما عارف سلطة وده عسكر وقالوا ينقلوا الرئاسة بتاعت المجلس السيادة للمدنيين وده مواطن هناك ده ذاته ما بيعرف لك ذاته انه في مجلس سيادة ولا هو بيفتش في العيش بتاعه ودير الحياة انه هو يعيش حياة كريمة وحياة آمن. ده الحاجة عشان كده هنا قلنا لا كده كلام بتاع ناس أربعة ديل كده خلوهم كده
نتجه للشعب لأهلنا هناك التعبانين، وليس إنه نصارع في السلطة. نحن قعدنا مع الرئيس بتاعنا اللي هو الرئيس بتاع الوزراء، لكن هنا لقيناه هو مايل كده في اتجاه تاني. قلنا له لا يا كومريد، ما انت خليك زول محايد، ما في اتنين. فنحن بنقول للرئيس الوزراء انه يخلوه زول محايد، ونحن طلبنا منه انه يوحدنا، لكن هو قال لا، قال هو ما بخش في الشغل ده، وهو قاعد مع ناس تاني في مع مجموعة تاني. فعشان كده الحكومة بتاعنا ده ماشي كده، فبنقول له حكومة ده خليه يغيره، حكومة ده خليه يغيره، أي يجيبوا ناس فعلا بيعرف المواطن التعبان ده دير شنو. وحكومة ده ذاته الكونوه بارس الماشي السكران ده ذاته، هم شالوه من الناس لجان المقاومة، شالوه من السوار، شالوه من الكنداكات. نحن دارين الحكومة اللي بشكله تاني يكون فوق الزول ان بتاعه بومبان شالو برا، يكون قاعد في كرسي بتاع وزارة. زول كسروا كرة بتاعه ولا وقو يخطو في حكومة ده، لأنه هو أو هي يهو بيعرف وبيمشي في الخط بتاع الثورة. تجيب تلاقي ناس من وين ذاته ما معروف كانوا تبي جا خطو في وزير هو ذاته ما بيعرف شنقلي طوباي ده في وين. فعشان كده حكومة ده لازم يغيروا ويجيبوا الناس فعلا الوطنيين، الناس اللي بيشتغلوا من أجل التغيير، ودي حاجة مهم خالص. في قضية بتاعت شرق السودان قضية بتاعت شرق السودان، الجماعة دي قاموا اختصروا في حاجة صغيرة، يقول لك قال في ظاهرة بتعترض في شرق السودان، قال الحاجة اللي بيعملوا في شرق السودان ده قال ده فوضى. نو، ده شعب عنده قضية، الشعب ده ميناء بتاع بر السودان ده من 56 لحد هسا، خلي زمن بتاع استعمار ده قاعد يدخل قمح للسودان هنا، وانا شرق السودان جعانين قاعد يدخل دواء، وانا شرق السودان لسه هما نايعانين، امراض بتاع العصور الوسطى ده لسه هما عندهم. فنحن قلنا بدري انه يا جماعه خلينا نقعد مع الناس بتاع الشرق ديل نتحاور معاهم ونحل المشكله. يس، وده الحاجه ان احنا عايزها ماشيين فوقه، لكن مجموعه بتاع اربعه ده يقول لك دي الناس بتاع فلول، وده قال ده الناس بتاع تريك. زمن انتهى، معلش. كويس، هاي بس نعمل حاجه صغيره بس. فالناس دي اللي عندهم يا جماعه قضيه. انا قبل يومين كان في البروف والشيك ابو عشا، افتكر جاب حلول كويس، جاب مقترحات لشنو؟ لحلول. الناس يقعدوا نشوف المقترحات ده بيقدر بيحلوا ولا هم يحلوا بطريقه ثانيه. المهم جدا انه نقعد معاهم عشان نعالج ذلك. انا بشكر ناس الاعلام اللي هم هسه معانا هنا، لكن برضو الإعلام الرسمي هم مجموعة الأربعة ده هم انقفلوا لنا هنا، قال لنا ما يعملوا حاجات بتاعنا فوق هناك. وهم 24 ساعة قاعدين فوق بالسياسة بتاعهم الفاسد ده.
فأنا بقول للوزير بتاعت الإعلام، الإعلام الرسمي ده بتاع الشعب السوداني، ده بتاع كل السودانيين، ما يمنعه منه زول خالص. في لجنة بتاع إزالة التمكين، والمشكلة هم ذاته قاعدين يعملوا التمكين تاني. فاللجنة ده يراجعوا من ناحية بتاع التكوين بتاعه، من ناحية بتاع صلاحياته ومهامه والقوانين اللي هم شغالين به ده، خليه يراجعوا تاني وخليه يفتحوا برضو. ما في جماعة برضو ممكن برضو يشتغل شغل ده يعني، ده ما هم براوي أو بيعرف. أنا كلام بتاعي بجيب هنا، لكن دير أقول لقوى الحرية والتغيير بشقيه والاثنين، نحن وهم ديلك، لازم ندي الأولوية للثوار والكنداكات والمصابين بتاعنا الثورة في الحكومة الجاية. البرلمان ده خليه يستلموهم، البرلمان ده خليه يستلموهم. والسلام عليكم. شكرا جنرال اسماعيل خميس جلاب لهذه الكلمة الضافية. ايضا خالص عذرنا لتلفزيون السودان. صحيح مجموعة الاقتطاف حاولت تقطع الطريق امام العودة لمنصة التأسيس عبر الوصول لقنوات الاعلام الرسمية، الا انه تلفزيون السودان الان هو موجود معنا ومغطي لايف الفعالية. فعلاً خالص الشكر والتحية. الفرصة الكلمة الان للاستاذ التوم هجو رئيس الحزب الاتحادي الجبهة الثورية السودانية. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قبيلة الصحفيين الأشقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بالمناسبة جاي محصل مؤتمركم الصحفي ده من سنار للتو، وجاي زي ما قال شقيق جلاب، ما جايين نحن من المكاتب الباردة ولا من شاشات التلفزيون، ده جاي من سنجا، جاي من 44 والتكتوك، جاي من جوز بلعو، جاي من جليدات حيث يوجد المدنيين اللي بيموتوا هناك، وحيث توجد المزارع الآن بتحترق في مشروع السوكي. 12,000 مزارع، 136 قرية الآن المحصول بيحترق لأنه في طرمبة موية بتكلف لها 250,000 دولار فقط، ما قادرين يوفروها. ولسوء حظنا ولاية سنار في الكرتلة السياسية وقعت من نصيب المؤتمر الوطني مع المؤتمر السوداني، الاثنين قريبين من بعض طبعا. نعم، من نصيب المؤتمر السوداني في الكرتلة السياسية، وعشان كده ظلوا أهلنا يعانوا، وأنا مشيت حقيقة عشان نتفادى فتنة، وأتمنى الأجهزة الأمنية ترفع تقاريرها، فتنة ما بين الرعاة والمزارعين، لأنه نفس الأسلوب بتاع الإنغاز، الوالي عشان يبغى هو ما يهمه أن يقتتل المزارعين مع الرعاة. حقيقة أنا أبدأ من يهو إهمال الريف وإهمال المزارعين وإهمال الاقتصاد، وكل ما يعمل حقيقة الجهد المبذول من المركز أو مبذول من وزارة الأعمالية والاقتصاديين الآن بيهدر في ولايات الإنتاج، إذا كان في سنار إذا كان في الجزيرة، لأنه الآن يمكن الخريف قصر بمطر ولا مطرتين، لكن الزراعة المروية الآن ما يتوجد الطرمبة، ودي واحدة من يا أخواننا مشاكل لجنة التمكين اللي هي بقت لجنة الدريبات، بقت لجنة الدريبات، لأنه بالضبط الآن الطرمبات دي كانت ستان باي وشغالين مستثمرين زي ناس معاوية البرير، لما الخريف يقصر الطرمبات دي بتشتغل، لكن الآن لجنة التمكين حقيقة
قصدت المستثمرين، وسنتين الناس بيدفعوا في الثمن، ومشروع فيه 12,000 مشروع السوقي، فيه 136 غرية، وفيه إنتاج يمكن يكون ب 250,000 دولار ممكن يضيع عشان نص مليون دولار فقط عشان طرمبة بتاعت موية ما في، لأنه ما في زول شغال. طيب هو الحرية والتغيير يا أخواننا، وشفت الجوطة دي كلها اللي حصلت. أول حاجة هو الحرية والتغيير، نحن الثلاثة الموجودين هنا دي هو الحرية والتغيير الأصل، ودي هو الحرية والتغيير. فينا من قاتل 47 عاما من أجل الحرية والتغيير، وفينا من قاتل 30 عاما و15 سنة من أجل الحرية والتغيير. دي هو الحرية والتغيير، وهو الحرية والتغيير للشعب السوداني. بدينا نحن من الفجر الجديد نكون في غول حرية التغيير، بديناها من إعلان باريس نداء السودان إلى ميثاق غول حرية التغيير. ويمكن دكتور جبريل كان من الناس الخطو الدرافت بتاعته، ودكتور جبريل هو كان ممثلنا في نداء السودان في الجبهة الثورية. نداء السودان الرئيس الإمام الراحل الصادق المهدي والأمين العام مني أركم الناوي، وهو أكبر تنظيم موجود في غول الحرية والتغيير، ومن هنالك حدث الاختطاف. عشان كده القاعدين هنا ديل غول الحرية والتغيير الأصل، والمجموعة الموجودة بهناك هي الأربعة، ويا أخواننا ما زايد واحد، يا زايد السامري تكلم بوضوح. أيوة بالضبط، هي السامري. ظلينا نحن على مدى 9 سنوات صراحة مندفع في ثمن الفرقة والشتات والتفتيت، وأنا بتكلم بوضوح. ياسر عرمان إذا ما لقى زول يفرتق وفرتق نفسه، دي الحقيقة، ده التاريخ وده السلوك وده الكتاب المفتوح. أي زول مش يقراه في وأسدي، شوفوا الانحراف الحصل والتدهور الحصل بدأ من بيتين، بدأ من اللحظة دخل فيها المستشار السياسي وحمدوك جاب المستشار السياسي دخل مجلس الوزراء. شوفوا التاريخ بدأ من وين، من المبادرة إلى لجنة المبادرة إلى مؤامرة الغاعة إلى فتنة الشرق. فتنة الشرق يا أخواننا، قضية الشرق دي قضية معروفة، لكن حتى الخلاف الموجود ده خلاف بسيط، والخلاف ده نحن لنا سنتين من جوبا. نحن من جوبا بنحاول نعالج في المسألة، لكن قدر ما نحاول نعالج في جهة بتتدخل صراحة وبتعرقل مسار الاتفاق اللي كان موجود. المسألة كانت في منتهى البساطة، ولكن الاستفزاز والتطاول على الكبار والشماعة يا اخواننا اللي بقت بتدرع دائما الفلول. ما هو التعريف بتاع الفلول؟ وبقول للجماعة اللي تكلموا يومتها قالوا والله هم خرجوا من الغاعة لأنه جو وشافوا الفلول. أنا ما أعرف إيش الفلول ديل، ناس كده عندهم اضنين وعندهم ضنوبة ولا شنو يعني. إحنا ظاهرين الناس ديل يورجون الفلول ديل منو وإيش، واللي بتتكلموا الفلول ديل ما كنتوا أمس ماسكينهم يد بيد وحايمين بين في الفنادق في أديس. الفلول ديل ما أنتوا كنتوا بتتوقعوا معاهم أمس، من أم الفلول؟ نحن عندنا سقف الورقة الدستورية معروفة أنك أنت بتعزل منه. الشيء الثاني، الناس اللي بيتكلموا عن الفلول هم الآن شنو الفرق بينهم بين الفلول في اللي بيعملوا فيه من إقصاء ومن تهميش ومن هجوم يا أخواننا على الصحافة، على قبيلة الصحافة. أنا جاي من سنار قبل يومين معتقلين لجنة التمكين بتحتغل في 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 الصحفي عبد الرفيع مصطفى، وقبلها عطاف. شنو يعني الفلول دي لون ولا سلوك ولا منهج ولا تربية؟ أنا حقيقة جهزني الورقة ما عايز أطيل، لكن عايز أقول نحن عندنا مؤتمر صحفي بالنسبة لمسار الوسط، هنذكر كثير من الحقائق، منفجر كثير من القنابل، وندعوكم له، لأنه يا أخواننا الآن البلد والله في مفترق طرق، تكون أو لا تكون، وهذه الحكومة الفاشلة يجب أن تسحب.
غير مأسوف عليها، ويجب رئيس الوزراء أن يحتفظ على مساحة واحدة من الجميع، وأن تشكل حكومة يا إخوانا بتاعت الكونغرات تقدر تنقذ البلد اللي قدام. أنا بفتكر ده إذا تم بكرة مشكلة الشرق بتتحل. وأيضا أنا بقول من هنا نحن بالنسبة للتلفزيون السوداني والإعلام السوداني حقيقة المختطف، نحن هنسير مسيرة وحنعتصم، لأنه دي أموال الشعب السوداني ودي ممتلكات الشعب السوداني، ويجب أن لا توظف لفئة أو لحزب أو لتيار. ولكم الشكر الجزيل.